البوتشي أو البوتشيا كما يطلق عليها البعض، هي رياضة تتطلب المهارة والتفكير، وتعد من أفضل الألعاب الرياضية التي تتناسب مع ذوي الإعاقة، وذلك لسهولة ووضوح قوانين اللعبة على طلبة مثل محمد الموسوي اختارتهم الإعاقة، ولكن هم اختاروا تحديها بكل شجاعة. أول شيء اخترت يعني هاي اللعبة لأن هي أنا حسيت أنها أريح لي بالنسبة إلى حالتي الصحية. هاي اللعبة هي مجرد إن كورة بيضة نفيتها في أفيت أفمح عن قدام وألعب يعني ضد 2 أو 4. الأهل والمدرسة لهم الدور الأكبر في تشجيع وتكوين شخصية محمد وتعزيز ثقته بنفسه لممارسة الرياضة وهذه اللعبة تحديدا. طبعا كان دعم الوالد والوالدة حقي عشان أشارك في الرياضة، ودعم المدرسة والتربية الرياضية والإشراف والإدارة كانوا يدعمون حق الرياضة. مثل ما هي الرياضة على الطلبة العاديين تفيدهم مهمة، حتى على ذوي الإعاقة مهمة لأن تزيد الثقة بالنفس. دمج ذوي الإعاقة بواسطة الرياضة في مجتمع يرحب بهذه الثقافة يحتاج لدعم مستمر وتشجيع كبير يبدأ من مقاعد الدراسة والبيئة المدرسية. احنا نقوم ندمج الاشخاص ذوي الاعاقه مع الاشخاص الاسوياء داخل المدرسه لممارستهم من وضع الجلوس يلعبوها، ونحس ان في تفاعل من الطلاب ذوي الاعاقه شديدي الاعاقه في هاي اللعبه، لانهم يحس انه قادر يمارس الرياضه، ينعكس على نفسيته، ينعكس على يحس انه هو شخص فعال في المجتمع. المدرسه وفرت الكثير من الامور، منها مثلا المنحدرات اللي موجوده بما يتناسب مع الاصحاب ذوي الاعاقه، مثلا افضل المعلمين اللي يقدرون يتواصلون مع الطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه، قدرنا قد ما نقدر يكونون هم الاقرب للطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه. البوتشي رياضه منحت محمد وغيره من زملائه من ذوي الاعاقه القدره على اظهار قدراتهم ومواجهه اصعب التحديات، لتمهد لهم طريقاً من الأمل نحو تحقيق مزيداً من الإنجازات والنجاح. أسمهان معروف لبرنامج الملعب.